ما تعيطش وتشتكي وتقول اشمعنى انا ونيأس، وقدامك انك انت تحاولي، والمحاولة اذا كنتيش هتنجحي مش مشكلة، المهم تحاولي. نجحت الحمد لله، نجحت نجاح باهر. بتشتغل هي كمان، كانت بتلعب الاول شوت بوت وبعدين بقت جلوبال ماسنجر وبعدين اشتغلت في المكتب الاولمبيادي الخاص، وهي لحد دلوقتي موظفه هناك. فالحقيقه الاولمبيادي الخاص مش بس غير جينا، غيرنا احنا كمان الاسره. قعدت افكر كتير اكتب ايه وايه، وقلت لازم اطلع جوايا عن الطريق كتاب وكده، فقعدت كتبت فيه. وقال لي صديق من الصحفيين اسمه محمد الشحات، هو اللي وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل كتاب.